نتابع اخبار صباح. بنرجع نرحب فيك الصحافي عماد مايحة. قبل البريك كنا عم نحكي عن الشارع الشيعي، وبنفس الاطار كيف برايك ممكن توصل مبادئ وقيم 14 اذار للشارع الشيعي؟ وانت شو بتوجه لجمهور المقاومه كلمه؟ يعني اول شيء يعني حتى السؤال كثير يعني بده وقف متشعب. لا مش متشعب، انه كيف بنوصل قيم 14 للشارع الشيعي؟ لانه انا قلت لك هل قد صعبه؟ لا بالعكس بالعكس، يعني هي انه نفس انه نعتبر انه الشارع الشيعي ما عنده هذا القيم اللي عم نحكي عنها. شو هي اللي عم نقول نحن الوطن؟ ما هي اذا بدك وطن نهائي لجميع ابنائه، مش هي هذا بدنا اياها؟ مش هو يعني هذا معناتها لبنان اولا؟ ما هذا الوطن النهائي لجميع ابنائه. بتعرفوا انتم انه هذه العباره هي للامام موسى الصدر، هو اللي يعني وراها. وبالتالي غلط نقول انه كيف بنوصل قيم 14 اذار للشارع الشيعي، لانه هي ما عم لك يعني هي بالعكس، يعني هذا اللي قاوم واللي قاتل واللي ضحى من اجل لبنان، هذا فيناش نقول له هلا انت بدنا نشكك بوطنيته ابدا. يبقى انه بالممارسه السياسيه، لانه هون ساعتها نحن بنيجي لوين؟ بنيجي لنحكي عن مكونات ساعتها 14 اذار وادائهم السياسي لحتى نوصل يعني لكل اللبنانيين انه يصير 14 اذار بالمعنى القيمي، وبالتالي يصير في عن جد عندنا دوله مثل ما مرق بالتقرير، هذا الحنين والاحساس وبدناش بعد لا هذا ولا هذا، وبدناش الغربة مثل ما قالوا. فهذه اللي نوصل لها، هذه عم نحكي ساعتها بالتكتيك السياسي، يعني بنحنا ساعتها عم نحكي عن شغل وعمل مكونات 14 اذار، وهون بصير يعني حكي اخر مختلف تماما. يعني طب اذا هلا نحن اعطينا، قلت لك يعني اعطينا مثل هلا على موضوع هلا المشكله السياسيه اللي موجوده بالبلد، مش هيك؟ اللي واقفه على موضوع المقاومه. طب هلا 14 اذار حاطه حالها انه هي بطريقه او باخرى انه هي ضد المقاومه. طب هذه وحده من الاخطاء، هي وحده من الاخطاء المميته. يعني انه هلا ما هلا اذا بتروح على الجنوب، اذا عم نحكي عن الشارع الشيعي، مش هيك؟ يعني هلا اذا بتروح على الجنوب بتسألي ولد صغير او بتسألي مرأة شو 14 اذار؟ بقول لك هذا ضد المقاومة. لحظة، انت بديش المقاومة، هيدا الاعلام عم بيوصلها بهيدا. هي وحدة كمان، بس بدي اقول لك شغلة، انت عم تنطلق من نقطة كتير غلط، يعني انه 14 اذار منا ضد المقاومة بشكل عام. ماني عارف، ماني لو 14 اذار، ماني لو عندي يعني شك بهذا الموضوع كنت هلا هون وعلى تلفزيون المستقبل. ماني عارف انه 14 اذار مش ضد المقاومة، لانه هن لما بقولوا ضد المقاومه او ما بدوا المقاومه عارفين انه هن عم يحكوا عن سلاح حزب الله اللي بيشتغل بالداخل والموضوع السوري وما غير السوري. طيب الشارع الشيعي فاهمين بس غلط. يعني لازم اذا بدك حتى نحكي بال يعني هلا بتعرفي 14 اذار، انا يكون هلا احد قيادي او مسؤول ب 14، بقول لك انا بقول كيف عم يحكي الرئيس بري؟ بقول لك بدي مش بس المقاومه، بقول لك بدي قديش هي خمس احرف مثل ما عم بقول بري بلاش، بقول لك بدي زيد فوقهم. يعني شو مقاومة؟ يعني حدا بكون حدا بيحط حاله ضد المقاومة أو ما بده المقاومة؟ عارف أنا إنه هن مش قاصدين المقاومة، عارف إنه هن عم يحكوا عن شيء تاني، بس نضالهم السياسي بموضوع سلاح الداخل مفروض هن يلاقوا له عنوان. ما هو هون القصة بالتكتيك، لما عم نقول نحن وين أخطائهم أو وين غلطوا، ما هي إنك أنت يصيروا عم بيحاربوا السلاح الموجود بالداخل بعنوان المقاومة. عنوان المقاومة نفس هذه الكلمة إلى يعني إلى رنتها إذا بدك، وخاصة بالشارع الشيعي. مش عم نحكي عن الشارع الشيعي، هلا اخترب البلد على عنوان؟ شو بتقدر؟ هي مش هيك، شو بتقدر؟ طبعا هلا بيطلع حدا بيقول لك إنه ما هي أكبر من هيك القصة وهيك. أستاذ مايحة، شو بتقترح كلمة بدالها؟ بدل شو؟ عم بتقول إنه المقاومة كلمة إلها حساسيتها عند الشارع الشيعي اللي ناضل وحرر الجنوب، ومبينة 14 أذار إنها عم بتحارب هالسلاح يلي أنقذ الجنوبيين طبعاً من إسرائيل، شو بتقترح كلمة على 14 أذار يستعملوها بنضالهم السياسي لمحاربة؟ ما في، ما هن بدهم يفصلوا بين شيء اسمه مقاومة وبين شيء إنه اسمه حزب الله إذا بدك، مش هن مشكلتهم مع حزب الله؟ شو خص المقاومة؟ أنا مقاوم يا أخي. وانت مقاومه وهي مقاومه، مين بيحكي بالمقاومه بحدا؟ حتى هن سالهم ل 14 اذار بصيروا هن يعاودوا يقولوا لك انه نحن مش قصدين المقاومه، نحن بتعرف المقاومه وايه ومعنا بعض ارض محتله طب ما انتوا هلا عم بحكي انا بالجو الاعلامي انه هن هلا، ما هذه وحده من الاشكاليات، انه هلا بتطلع على الجنوب او بداخل الجو شوي استطاع الاعلام الاخر ها وبمساعده
14 اذار انه يحطوهم انه هن ضد المقاومه. هلا انا بقول لازم 14 اذار وخاصه نحن بهذا الجو لازم هي تتكمش بالمقاومه، ما حتى اذا بدها تفوت. بعدين موضوع سلاح الداخل وموضوع سلاح حزب الله وسياسته، ما انا بنتقدها، ما انا معارض مش هيك، بس ما بحكي عن المقاومه. يعني كمان ما نخلي حزب الله استدرجهم ل 14 اذار لهذا المطرح انه يصيروا هن ضد المقاومه بالوقت اللي هن مش ضد المقاومه. هذه واحده من الاخطاء. واحده الثانيه من الاخطاء، مش نحن 14 اذار عم نقول قيمتها انه طلعنا من الارتهان للخارج ولا القرار الخارج. طيب ما يعني بمطرح ما 14 اذار يعني هي كمان مش تنتمي الى محور، بالاخر هي تنتمي الى محور. هلا بصير في نوع من المقارنه انه خطوره هيداك المحور على البلد وعلى تكوينه وعلى اسمه، وهذا المحور شو عم بيقدم لنا. بس بالاخر يعني في مطرح انه مثل ما هولي مرتهنين لبرا، كمان هولي في عندهم ارتهان الى حد ما كمان لبرا. على ذاك يعني بتحس انه حتى عند الجمهور 14 اذار اللي هو يعني كمان الحكي عن جمهور 14 اذار فيه بده تفصيل، لانه مثل ما عم نحكي يعني انا واحد من الناس اللي نزلت 14 اذار وانا لا انتمي الى مكونات مش هيك؟ نعم. وانا بتقديري اذا بدك قديش كان في ب 14 اذار؟ مليون؟ طيب المستقبل مثلا اكثر ربع باثنين ماشي، لا بدك اربعه ليش مثلا تنفترض تيار المستقبل قديش بيقدر يجمع؟ 100,000؟ طيب القوات 50,000؟ احسبهم بيطلع مثلا المكونات تاع 14 اذار يا اخي قد ايه بيجمعهم كلهم على بعض؟ قصدك تقول انه الناس طبعا يعني الناس تواقع الى الدوله والعداله وهولي هلا وينهم؟ هولي وينهم؟ ما صارت هلا 14 اذار هو يعني اذا عم نقول نحن تنفترض اللي ينتموا الى تنظيمات 14 اذار يا اخي قد ايه 200,000؟ طب مش عم نقول في مليون وبدك تضربهم باربعه ما عنديش مشكله بنبسط يعني مش انه بعرف بتدعم حديثك فطب الهوليك الباقيين وينهم؟ يعني بس موجودين يعني بالتقرير شفنا رغم كل يلي عم بيصير الناس بعدها تواقه الى الدوله وبعدها برايي انه الثوره مستمره طبعا تواقه ما هي شفت انه بدهم يعني اكثر من حدا قال انه بدنا نعيد الثوره. انت حتى تحت الهواء قلت على اللحظات وينه؟ ما ليه؟ لانه انت حاسه وانا حاسس انه صارنا بمطرح اخر، يعني بمطرح الاداء السياسي تاع مكونات 14 اذار كانه مش عم تقدر يعني تلامس مشاعرنا نحن اللي إيه. بس بدنا نتذكر باي وضع هي مكونات 14 اذار ومع مين عم تتعاطى بالحكم. على كل حال بدعيك تبقى معنا تنقول انه ب 14 اذار 2005 انرسمت مشهديه جديده على الساحه اللبنانيه، خطاب استقلالي جامع كسر لاول مره بتاريخ لبنان الاصطفاف الطائفي والمذهبي. شعب باكمله، احزاب من اقصى اليمين الى اقصى اليسار، تيارات المجتمع المدني والنقابات اجتمعت تحت شعار الحقيقه لاجل لبنان. 9 سنوات والثوره ما انتهت، قد تكون انتفاضه الاستقلال مرت بمخاط صعب ونكسات، إلا أن القاعدة يلي كسرت حاجز الخوف وتمردت على الظلم لا تزال بفضاء الحرية ومبادئ العدالة وطريق الثورة يلي ما بتنتهي. تقرير مي فرحات من الأشرفية من تابعوا سوا. من هذا الشارع ومن هذا الشارع ومن هذا الشارع من كل الشوارع اللي بتنزل نزول كلنا كنا رايحين نحن واهالينا وعيالنا وكلهم، ما خلينا حدا منزلنا لتحت. ايه 14 اذار 14 الاساس من السنه، اذا بيرجعوا يدعوا الناس كل العالم تنزل. العالم عم بتداري ببعضها ماشي من النازل على مستشفى الروم، الطرقات مليانه. ما تتخيل الكونفايات، الاعلام، كنا نحمل علم لبنان. حبي
على مختلف مداخل بيروت المؤدية لساحة الحرية حنين لتفاعل عفوي صادق شجاع، تفاعل ميز شعب اندفع بمعركة استرداد سيادة لبنان وتدعيم أسس الدولة الديمقراطية، رافض العودة للوراء مهما كلفته المسيرة شهداء ودم. بال2014 وقفنا مع جمهور ثورة الأرز نسترجع أجمل وأسمى المشاهد يلي صنعوا من خلال 14 آذار 2005 فاستمروا معه حتى اليوم متمسكين بحقهم حتى آخر رمق. 14 أذار الشعب اللي نزل المليونين ظلمة هن اللي نزلوا هن هول 14 أذار الشعب. كلنا أمل ب 14 أذار، ما إلنا أمل إلا ب 14 أذار ليصير في دولة ومؤسسات. اللي بده يمشي بثورة ما بده يعد أيام، بدنا نضلنا لنحقق أهدافنا، غيرنا سبقنا بالشهادة، نحن مستعدين كمان نستشهد كرمال 14 لبنان 14 أذار وكرمال لبنان، لأنه معهم حق 14 أذار، هن لبنانية قبل كل الناس عم بيدافعوا عن لبنان. وقت اللي كانت 14 أذار كان الوضع السياسي أحلى والمالي والاقتصادي ولو السواح ماشي واضح على الأرض. 14 أذار بعدها العالم بعدها على مبدأها، نحن ما بننسى، لو بننسى نحن كنا نسينا شهدائنا، نحن بعدنا عم نقاتل كرمال شهدائنا. هلا مهم تمشي الحكومة بيطلع معهم الرأي، وإذا ما طلع معهم هالقرار المزبوط بيكون نحن معنا حق. نحن يلي نحن رافضين هالأشياء كلها يلي عم بتصير، يلي لازم تكون ما في استحباب هالبلد. بين 14 أذار في وحدة دم الشهداء، ما فينا نقول إنه فرطت 14 أذار. 14 أذار أسمى من كل اللي عم بيصير، إنه قد ما يكون الخلاف مثلا بالسياسة إلا ما مش ممكن تتطابق كل الأفكار 100%، خاصة هل بيكونوا إنه في عدة أفرقاء مش فريق واحد، بس هيدا ما بيفسد قولوا بالود قضية. 14 أذار ثورة، واللي كانوا فيها يعني هن اللي عملوا الثورة بلبنان، هن اللي طلعوا السوريين من لبنان وريحونا. حالنا اليوم انه مصادر قرارنا، عم نلاقي حالنا اليوم انه بعد في اشخاص بقوه السلاح عم تنزل ضدنا، بقوه السلاح عم ياخذوا اللي بدهم اياه، بينما نحن مشروعنا بناء لبنان ديمقراطيا بارائنا، بنوابنا يطلعوا بديمقراطيه. بطلب منهم كمان انه يكونوا على قد قرارهم، يكونوا على قد طموحات الشباب، لانه نحن كنا متوقعين انه من بعد ثوره 14 اذار يبقوا الشباب بلبنان، كنت متوقع من بعد ثوره 14 اذار انه لبنان يصير اقتصاديا احسن ويتحسن البلد. طيري وخليها القلوب يطير وبلك الهوى في بعيد وطير. تسع سنوات واللبناني مدرك تماما انه السلاح هو اللاعب الاقوى على الساحة اللبنانية، تسع سنوات وهو واعي دائما للعقبات يلي عم توقف بوجه قيادات 14 أذار، ولكن عتب على قيادات ثورة الاستقلال يأتي من منطلق خوف على خسارة الإنجازات. خلص تنازلات بقى بالبلد، شو بدهم يعني؟ الرئيس عم ينصب ليل نهار، كل العالم عم تنسب، وحواجز على الطرقات وخطف وقتل وتمثيليات. 14 أذار انه يكونوا صلبين اكثر ما هني صلبين، بالاخص من سعد الحريري ما يتنازل بقى لبعض الاشخاص. اول شيء انه ما بدنا سلاح، وثاني شيء بالنسبه لنا السلاح تبعه ما بيخوفنا، احنا كلبنانيه هن لبنانيه ونحن لبنانيه، ما بيخوفنا سلاح. انا بطلب من 14 أذار يكون دائما واعيين، ما نتدندل ننقل حرب سورية على لبنان. يمكن من ايمانهم بلبنان عم بيتساهلوا اكثر مع الاشخاص او مع الاشخاص اللي بتاني مقلب، فهوليك ما عندهم مشروع بناء لبنان. بطلب منهم يقسوا شوي بقراراتهم حتى نقدر ناخذ اللي بدنا اياه ك 14 أذار. بدنا بلد ودوله قويه وجيش قوي. هذا بالتأكيد
التقرير قال يلي بده يمشي بالثورة ما بعد أيام. وكمان في صبية عم بتطالب 14 أدار والفرقاء السياسيين بأنه يضلوا متماسكين. يعني خلينا نقلب شوي صورة، إذا فينا نحسب كل يلي قطعت فيه 14 أدار من مخاض إذا بدنا نسميه، أو مشاكل أو نقاط ضعف مثل ما بدك سميها، بس هي بعدها متماسكة. يعني خلينا نشوف كمان النص المليان من الكباية. طبعا أنا قلت أنه بالآخر 14 أذار، ما هي إذا اتفقنا نحن أنه هي منظومة قيم شاك، وهي يعني هي إحساس عميق بالوطني. هذا أصلا أنا بقول إذا بدك السؤال غلط، أنه بعد 14 أذار أو خلصت 14 أذار. 14 أذار طالما في حدا عنده هذا الإحساس الوطني لا يمكن أن تنتهي 14 أذار. هلا بيبقى الحكي بالأداء السياسي مشاك؟ نعم بالأداء السياسي. وأنا لما عم بنتقد إذا بدك الأداء السياسي، هذا لا يعني أنه يعني ما في شيء صح أبدا، بالعكس تماما. ما في شك أنه الطرف الآخر اللي هو ما بده أو مشروعه أن يبقى هذا الوطن ساحة، وأن يبقى هذا الوطن يعني مش وطن بالمعنى، مش وطن بالمعنى الحقيقي. حدا مش صغير، حدا يعني ينتمي الى محور طويل عريض، وحدا بده وعنده من الامكانيات الهائله. وبالتالي يعني اذا نحن رغم كل اللي انتقادنا وشو اسمه، بس بنقول لقيادات 14 اذار انه كتر خيركم. نعم بنقول للي بعده موجود كتر خيركم انه بعد كمان ما راح. نعم، شو بتقول لجمهور المقاومة اليوم؟ حكيت كتير عنه. حبيبة قلبي، لأنه أنا يعني جمهور المقاومة اللي هو نحن، اللي هو أهلنا، اللي هو شو ما هي عمل لك إنه غلط نحكي إنه عن جمهور المقاومة هيك، بعد شوي بتحسسني كأنه عم نحكي عن هيك هول الناس اللي بكوكب آخر. جمهور المقاومة هو أهلنا ونحن. أهلنا أوقات بخونوا أهلنا. يعني منخون خينا التاني بالوطن. لك يعني حتى نكون موضوعيين، ما هي بدك تشوف يعني هو حلو الحدا يحط يعني يبلش من حاله هو لحتى نحن نوصل للمطرح اللي بدنا اياه، انه الواحد ببلش من حاله. على هيك بيكون التركيز، وخاصه هون مثلا يعني على المستقبل بحكي بهذا المعنى. يعني هلا لو انا على المنار كنت بحكي وين اخطائهم هن، بس على المستقبل على هيك الحكي بيكون ليكون موضوعي، بده يكون الحكي انه وين اخطاء 14 اذار اللي مش قادره توصل للوجدان الشيعي. طيب وصل لهم، قل لهم هلا قل لهم شو بدي اقول لهم؟ انه والله 14 اذار مش ضد المقاومه يا شباب. إيه طب ما بقولوا لي هي موقفين بيان وزاري طويل عريض لان بدهم يحطوا كلمه المقاومه، شو بتقلنا يا استاذ عماد؟ بقول لهم انا معكم حق. هون على هذه واحدة من الإشكاليات اللي بالأداء التكتيكي ل 14 أذار، إنه عمول أنا إنه إذا بدنا ما في شك ما في شك شل الأداء التكتيكي. اليوم نحن ببلد مقسوم بين ناس مع الدولة وناس ملتزمة بخط معين برأيها إنه هالناس ما بيسووا وهالناس ما بدون الدولة. شو بتقول لهم لحتى نتلاقى كلنا على خط واحد ونأسس لدولة ونأسس للقيم اللي حكيت عنها وأرساها الإمام موسى الصدر؟ لا ما هي شو اقول لهم؟ يعني شو بدي اني احكي شعر؟ مش شعر، ماني ما احكي سياسي. ايه ما عم نحكي سياسي، ماني بدي اقول لهم انه يا شباب يا اهلنا يا جمهورنا انه 14 اذار انه انا لنا انه الاثنين انه انا لنا انه نوصل لفكره انه نبني دوله، انه ما حدا بالاخر ما هي ليك وين صرنا يعني انه صرنا انه طموحنا انه يكون عندنا دوله، طموحنا انه يكون عندنا وطن بالوقت اللي طموحنا انه نعيش مثل شعوب هالعالم اللي عايشه في حدا بالتقرير قال هن تنازلوا كرمال يعملوا وطن، قد ايه بتوافق الراي؟ نازلوا ما هي يعني اذا بدك تشوفي اللي عم يشتغلوا حزب الله، اللي عم يشتغلوا 14 اذار، اللي عم يشتغلوا ما هي لانه قلنا نحن لما بنحكي عن 14 اذار هول المكونات بيصيروا هو عم يشتغلوا سياسي، لما عم يشتغلوا سياسة بيوصل لمطرح بيعملوا تسويات مش هيك؟ ما بدك تشتغل بالسياسة بدك تعمل تسويات، بالتسويات عم تتظهر الأمور
انه هذه التسويه عم بتصير من اجل مكتسبات حزبيه. يعني طيار المستقبل بيعمل تنفترض اتفاق رباعي لحتى ياخذ حصه من السلطه. 14 طيار المستقبل مش عم يقدر. كل الاحزاب بتعمل هيك. كل الاحزاب يعني حزب الله بيعمل هيك، كل الاحزاب بتعمل هيك. يعني معناتها انت عم بتقولي لي اداء طيار المستقبل مثل اداء حزب الله. مش مزبوط. هون انا وياك كمستقلين او ك14 اذاريين لا ننتمي الى حزب. بس في مطرح معين 14 حزب الله وحزب الله وطيار المستقبل مثل بعضهم عم يعملوا تسويات. لحظه، هون عم بصير في هذه الهوه بين الجمهور اللي هو خارج اطر المكونات وبين عمل السياسي الحزبي. لحظه، بدي مرق جمله قبل البريك. تفضلي. 14 اذار عملت تنازلات تتعمل وطن، لانه بمطرح معين كنا اختربنا. يعني يا اما نزلوا القمصان السود على الطرقات، يا اما صار في تفجيرات، يا اما هجموا علينا، يا اما احتلوا طرقات. هيدي التنازلات اللي عم بحكي عنها. وقال لك كان راح الوطن، كان راحوا ابناء الوطن، كان راح الشعب. يلي بلا شعب ما في وطن. هلا انت معتبري سلفا انه المكونات، انه القمصان السود اللي نزلوا ما هن بيعتبروا، وجمهور وراهم بيعتبروا انه هن نزلوا لحتى يحافظوا على الوطن. كل واحد عنده وجهة نظر. ايه طبعا. يعني هلا بيبقى هذا مفهوم الوطن يلي يعني مش هو نفسه. مش هو نفسه. هون القصة. نعم، نحن رح نتابع حديثنا استاذ عماد امام حبس مباشرة بعد الفاصل.